مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في قناة زموري فلوج. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو لأول مرة، أنصحك بالضغط على سبسكرايب أو صابوني أو زر الاشتراك إذا كنت تستعمل اللغة العربية. اليوم إن شاء الله سوف نضع لكم تطبيق جديد وتطبيق آخر كالعادة، كما عودتكم في هذه السلسلة الخاصة بتطبيقات التعارف. هذا التطبيق صراحة هو تطبيق جميل جدا ومجاني، لن تحتاج يعني لدفع ولا مليم واحد، فكل ما عليك فعله هو تنصيب التطبيق يعني تحميله. أما بالنسبة لرابط تحميل التطبيق النسخة المجانية، ستجد رابط تحميل التطبيق أسفل الفيديو، يعني عندما تدخل إلى أحد الفيديوهات الخاصة، مثلا أنت تشاهد هذا الفيديو على سبيل المثال، أنت تشاهد هذا الفيديو اضغط على هذا السهم هكذا وانزل إلى قليلا سوف تجد هذا الرابط هنا كما ترون بيتلي هاي لينك أبيبس هنا، وهذا الرابط تضغط عليه فسوف يأخذك مباشرة إلى التطبيق، يعني أين يوجد التطبيق. حسنا، دعونا لا نكثر كثيرا في الحديث لأن تطبيقنا كبير جدا يجب أن نقوم بشرحه، فيه العديد من المميزات. المهم، على فكرة يوجد كثير من التطبيقات التي قمت يعني بتجهيزها لكم حتى أقوم بشرحها، ليست فقط للدردشة والشات بل هي متعددة الاستخدام، منها تطبيقات للدردشة عن طريق الشات، ومنها تطبيقات الحصول على إيميلات، ومنها على العموم هناك الكثير والكثير من الأشياء المفيدة التي سوف إن شاء الله أشرحها لكم. أما بالنسبة لتطبيقنا الآن الذي سوف نقوم بشرحه لكم الآن، وهو هذا التطبيق. هذا التطبيق جميل جدا، شاهدوا هذه الواجهة الخاصة به. بعدما تقوم بتنصيب التطبيق وفتحه، اضغط إن لم يكن لديك حساب، أنت عضوية جديدة، اضغط على سينك من هنا. أوب. أنا عندي هنا يعني تستطيع الدخول عن طريق فيسبوك، لكن أنا لا أريد هذه الطريقة، لا أستعملها كثيرا بصراحة. عندي هذا الخاص بالإيميلات، وهو النسخة المدفوعة. نعم، النسخة المدفوعة تعطيك إيميلات خاصة بك وهي نسخة مدفوعة. شاهدوا سأريكم فقط، يعني لا تحتاج لإنشاء إيميل أو التسجيل، فقط شاهدوا ها كما ترون. على العموم سأشرح لكم هذا التطبيق إن شاء الله وكيفية استعماله في العديد من الأشياء، وسوف أضعه لكم إن شاء الله مجانا، لا مشكلة ما دمتم أنتم. فهو يعطيك العديد من الإيميلات، فقط اضغط هنا وسوف يقوم بتغيير لك الإيميل. إذا قمنا، عندما أضغط هكذا كما ترون يقول لي copy to كذا كذا، يعني أنك نسخت الإيميل. نعود مباشرة إلى تطبيقنا الخاص بالدردشة، يقول لك ضع لنا يوزر نيم. نقوم بوضع يوزر نيم، فقط أنا فقط يعني للتسجيل فقط، ليس لي وهنا نقوم بنسخ الايميل الذي قمنا بعمله كوبي. هنا نعطيه يعني اي دي، يقول هنا يقول لك اختياري كما ترى، يمكنك وضعه او لا، ثم كونتيني. هذه الخاصيه الاخيره تستطيع تجاوزها فقط الا اذا رفعت صورتك. ساقوم برفع صوره واعود اليكم. قمت برفع صوره اخوتي كما ترون، ثم نضغط على نيكست. هنا يقول لك العمر، فقط ضع عمر أكثر من 18 حتى يعمل معك التطبيق. على سبيل المثال أنا 30 سنة، على سبيل المثال فقط. هنا ضع الجنس، يعني ما جنسك هكذا هكذا، يعني يمكنك تجاهلها، ضع أي شيء لا مشكلة. هنا يقول لك هل تريد تفعيل خيار الجي بي اس، اضغط على فينيش، نحن لا نريده. انتظر التطبيق حتى يفتح بضع دقائق والتطبيق يفتح معك. انتظر قليلا أخي، التطبيق فتح معنا. شاهدوا، سوف أثبت لكم أن التطبيق مجاني، لا يحتاج منك ودفع ولا مليم واحد، حتى يعني لا تأتوني في التعليقات وترسلون تلك الأسئلة، لأن هذا التطبيق أخوتي لا يحتاج يعني إلى بطاقة بنكية ولا شيء. شاهدوا معي. على العموم ما حتى نتأكد، متى نضغط على هذه البروفايل الخاص بهذه الفتاة سأشرح لكم كل شيء. يمكنك إرسال طلب صداقة عند أديت فريندز هكذا، وها أنت أرسلت لها طلب صداقة. يمكنك عمل محادثة من هنا، من الأفضل أن تنتظرها حتى تقوم بقبول طلبك الصداقة الخاصة بك، وبعد ذلك أرسل لها، يعني حتى لا يكون هناك مشاكل. شاهدوا، أرسلت الرسالة يعني مجانا. لا انظروا، يمكنني إرسال عدد لا نهائي من الرسائل، انظروا
انظر، يعني لا يوجد شيء يقول لك أن التطبيق يعني يحتاج بطاقة أو يحتاج تحديث أو لا أعلم ما تلك الأشياء. انظروا، أرسل الكثير من الرسائل، شاهدوا، لا يوجد أي مشاكل. فقط عندما تقرأهم هذا الشخص، عندما يقرأ الرسائل سوف يجيبنا، لا يوجد يعني أي شيء يعني غريب. فقط التطبيق يحتوي على بعض الإعلانات. هنا البروفايل الخاص بهذا الشخص، سوف تجدون جميع المعلومات الخاصة به أسفل. إذا دعونا نعود إلى الخلف حتى نتعرف على أدوات أخرى. هنا في الأسفل يوجد أدوات، وفي الفوق يوجد أدوات. هنا في الأسفل يوجد هذه خاصة بالبروفايل الخاصة بك أنت. هنا علبة الرسائل. هنا يعني إن كنت تريد شراء كريديت أو شيء، لا أعلم ما هذا، كوينز. هنا إشعارات، وهنا مكان البحث وتلك الأشياء. هنا مثلا سوف تجد أشخاص يمكنك، يعني الذين رأوا البروفايل الخاص بك يقومون حاليا بالدخول، يعني مثل أنت رأيت صورتهم هكذا، هم أيضا كذلك يرون صورتك يعني تظهر لهم، وهم دخلوا إلى البروفايل الخاص بك، يعني دخلوا نظروا وبعد ذلك قاموا بالخروج. شاهدوا، يوجد فتاة كذلك من فرنسا، لاحظوا، من أمريكا، من أستراليا، من كندا، من بريطانيا، يعني من كثير من الدول. هذا الخيار، نعم، حسنا. الآن دعونا نذهب إلى شيء مهم جدا، وهو عن طريق السيتينج هنا في نيوسيت. هنا يمكنك اختيار هل تبحث على الجنس فتيات أو شباب. هنا تختار العمر هكذا، مثلا أريدهم من 18 إلى 46، والذين يستعملون الصورة فقط. سنرى ماذا سيعطينا. وكما ترون، شاهدوا، الذين يضعون الصورة وهم فتيات وفي هذا العمر فقط، لا أريد عمر كبير أو شيء من هذا القبيل، أريدهم فقط في هذا السن، لا أريد سن كبير. وكما ترون إخوتي، كلها تطبيقات مجانية التي أقدمها لكم. أنا لا أطلب منكم شيئا سوى دعمي ونشر هذا الفيديو على حسابكم على فيسبوك، حتى يعني يصل إلى عدد كبير من الأشخاص ويستفيد كثير والكثير، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون يعني تطبيق أو تطبيقات أو مواقع يعني للتعارف والدردشة والشات يعني مع الأجانب، أو يريدون التعارف يعني على العرب. ولكن بصراحة أصبح موقع فيسبوك يعني لا يوفي بهذا الغرض. فدائما ما أقول، لماذا لا أطرح لهم يعني تطبيقات ومواقع تكون جميلة، ولكن هناك تطبيقات تكون يعني مجانية ولذلك تصبح يعني مدفوعة، وهناك تطبيقات تكون مدفوعة وبعد ذلك بعد مدة تصبح مجانية. يعني هذا الأمر يعني ليس بيدي أنا، فهذه الأشياء تتغير. لكن صدقوني، سوف يكون هناك دائما دائما الجديد. أنا يعني لن أتوقف أبدا، دائما ما أضع لكم الجديد إن شاء الله. إذا كما ترون، إن شاء الله أن يكون قد أعجبكم هذا التطبيق إخوتي. شاهدوا التطبيق يعني كم هو جميل جدا. إذا كنت تريد تحميل هذا التطبيق يا أخي كما هو، أنصحك بالنزول إلى أسفل الفيديو كما أريتك في الأول. عندما تكون تشاهد الفيديو خاص بي، اضغط على ذلك السهم الذي يوجد تحت الفيديو خاص بالوصف، وسوف تجد الرابط هكذا مكتوب فيه دونالود أبيبس، و اضغط على الرابط وسوف يأخذك إلى مكان التحميل. اضغط على التحميل وسوف يتم تحميل معك التطبيق عادي وتنصيبه. وكما أريتكم، افتحوا حساب واستعملوا الموقع التطبيق. فالتطبيق إخوتي صراحة من أفضل التطبيقات التي شاهدتها، ولكن لا، دعني لا أقول لك أفضل، لكن هناك تطبيقات أفضل بكثير التي سوف أشرحها لكم في الدروس القادمة إن شاء الله. أنا أنتظركم، وأرجو منك يا أخي أو أختي وضع لي تعليق إن أعجبك هذا الفيديو، أو أي سؤال تريده فضعه لنا، أو تريد أي تطبيق أو شرح أو مساعدة فلا مشكلة، أنا هنا في خدمتك صديقي. إذا إخوتي، انتظرونا في درس قادم وحلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم، في أمان الله.